السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، عندنا جهاز 6 بلس، بدنا نعمل تخطي لحساب الاي كلاود بالأداة الجديدة جي اس ام ادجر. يا ريت بالبداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. رابط تحميل الأداة راح أترك لك إياه موجود بالوصف. إذا شغلت الأداء وصار عندك أي أخطاء مباشرة شغل في بي ان، حاطيك لك برضو رابط تحميل هذا البرنامج، بتشغل النسخة المجانية منه الفري وبتشتغل على الأداء، أو إذا عندك أي برنامج بتقدر تشتغل عليه تفتح الأداء بشكل كامل. أول شيء بدنا بعد ما شغلنا الأداء بدنا نعمل جيل بريك للجهاز. راح أستخدم أداة وين رين، ما راح استخدم من داخل في داخل الاداء هون تقدر تستخدمه، ولكن بدي استخدم البرنامج هذا. بضغط على التالي والجهاز في وضع التشغيل. جهاز ال6 وال6 بلس في مشكله بالجيل بريك، ولكن الاداء بتدعم جيل بريك لغايه اي او اس 17، راح تنحل في التحديث القادم، عشان هيك بدي استخدم الاداه هاي الخارجيه. بعد ما دخل الجهاز مباشرة بوضع الريكفري راح اضغط باور والهوم مع الستارت عشان يدخل في وضع فيو مود. بجهز الباور، بضغط ستارت وبضغط هوم مباشرة، بنتظر 3 ثواني وبرفع ايدي عن الباور وبضل ضاغط على زر الهوم. زي ما شايفين الجهاز بلش ياخذ جيل بريك، وانتظر لغاية ما تتم العملية. لا تنسى اللايك تدعمنا. هذا الخطأ بيطلع بالأداء من جديد، ما بعرف ليش، بس لكن بتتم العملية بشكل كامل. هذا خطأ يعني من جديد صار يطلع، ما بعرف ليش، ولكن العملية بتتم بشكل كامل. تجاهلوا هيك على جنب، ننتظر لغاية اعطانا هنا انه دن وفتح التليفون. بضغط على دن ويت، هون لساته معطيني نو جيل بريك. بعمل ريفرش للتولز، زي ما شفتوا الجهاز اخذ جيل بريك واعطاني يس، يعني بس تعمل ريفرش للتولز تاكد انه اخذ جيل بريك. هيك اخذ الجهاز جيل بريك. الان بعمل واي باس هلو جيل بريك، بضغط عليها وبنتظر لغايه ما تتم العمليه. هذا الخطا مش مهم، ما تهكي لمه، يعني بتصير احيانا اخطاء، بس انا حكيت يعني عشان خليت الخطا عشان اذا صار معك انه تكون الامور طبيعيه. احيانا يعني بيعمل هيك على 6 وال6 بلس. زي ما شايفين الجهاز بلش ياخذ الامر، اعطانا انه تم العمليه بنجاح، هلو جيل بريك سكسسفولي. ننتظر لغايه ما يفتح الجهاز. زي ما شايفين الجهاز فتح بشكل كامل. نضغط تراست اوكي، نضغط ستينج، الجهاز فتح بشكل كامل زي ما انتم شايفين. الاداء فيها كثير خيارات للجيل بريك، يعني بعد ما تعمل جيل بريك في عندك هون لو ضغطت على هذا الزر مور فيوتشر تلاقي باك اب جيل بريك، اريس، ريستور جيل بريك، يعني للأجهزة اللي بدك تسحب باك أب منها وترجع تعطيها كمان مرة الباك أب. إنه في ناس سألوني كيف بدي أعمل على الـ 6 والـ 6 بلس. إحنا شرحنا طريقة الباك أب للرام ديسك. الجيل بريك بس بتعمل للجهاز جيل بريك، بعدين بتيجي على باك أب جيل بريك والجهاز عليه رامز، بياخد بسحب الجيل بريك، بسحب الباك أب بشكل كامل.
بعدها بتعمل مسح لل بترد بتدخل الجهاز بالجيل بريك وبتعمل له مسح، بترجع بتعيد العملية بتدخله بالجيل بريك وبتعمل له ريستور. مجرد ما عملت ريستور الجهاز راح يفتح معك الشبكة بشكل كامل. في عندك هنا فيكس للجيل بريك، هنا إذا كان في عندك استنزاف في البطارية، يعني الجهاز بتحس البطارية بتخلص بسرعة، تعمل عليها بالخيار هذا هون عشان يصلح لك هاي المشكلة. وهون عشان يقرأ لك الأبل آي دي، يعني الحساب الأبل موجود على الجهاز، تعرف شو الحساب. وهون عشان مسح الأبل آي دي من خلال الجيل بريك للأجهزة اللي موجود، يعني اللي فاتحة بشكل كامل. اي فيكس اي سيرفيس، هون عشان تعمل الغاء للتحديثات، يعني من هذا الزر بتقدر تعمل الغاء للتحديثات. من هذا الزر بتقدر تعمل ريموف سكرين تايم لما يكون عندك الجهاز في توقيت، يعني لما انت مدخل كلمة السر اكثر من مرة غلط وبلش الجهاز يعطيك بعد ساعة بعد ساعتين، وفي شيء بيكون مدة اطول، هون من هذا الخيار انت بتعمل ازالة للتوقيت عشان تقدر تشتغل عليها. هون لفك الشبكات، هون للام دي ام. انا بحكي لك على الخيارات المهمة اللي بتقدر تستخدمها. الام دي ام هون اذا كان جهازك في وضع الام دي ام تقدر تتخطاه من هون من خلال الجيل بريك، يفتح معك الجهاز بشكل كامل. وفي عندك هون الباي باس 13 ل 14.5، اذا بدك تشغل الجهاز بشبكة وكان الجهاز جي اس ام زي ما انتم شايفين، باي باس جي اس ام اي او اس 13 ل 14.5، تضغط على هذا الخيار والجهاز مباشرة بيفتح مع الشبكة. شو كمان مهم هون، هون ام دي ام باي باس عادي بدون جيل بريك، يعني اذا ما للاجهزة المدعومة للايباد اللي بدون جيل بريك تقدر تعملها من هذا الخيار. وعندك كمان فيكسينج باج اب، هون يعني اللي بيكون عنده مشكلة في البطاقة لما بيدخل حساب الابل، هون برضه هو بيصلح له هاي المشكلة. وايش كمان هون ديسيبل باس باند اذا كان عندك مشكلة في الباس باند. هون اذا بدك ترجع تفعل التحديثات برضو من هذا الخيار، يعني معطيتك عدة خيارات كبيرة في الأداة بتقدر تستخدمها في يعني مشكلة. وهنا خيارات طبعا الرام ديسك شرحت عليها فيديو فيديوهين، ولسه في كمان فيديو لآيفون 7 برضو راح أشرحه عليها. تقدر هنا تعمل الرام ديسك، عملية الرام ديسك بشكل كامل، بوت بيربل، تقدر تغير السيريال نمبر تبع الجهاز. في عندك هون تقدر تسحب الباك اب. هون اذا كان عندك خطأ مش راضي يعمل معك يدخل الاي كلاود الجديد في الجهاز بعد ما عملت العملية، هون بتحل المشكلة من فيكس اي كلاود لوجن، بيحل لك هاي المشكلة عشان تقدر تدخل حسابك الاي كلاود اذا صادفتك اي مشكلة زي هيك. يعني فيها خيارات كثير الاداء. وهون الاجهزة المفتوحة اوبن منيو، الأجهزة المفتوحة وعليها اي كلاود وما بتعرف الاي كلاود وبدك تشيل الاي كلاود الموجود على الجهاز وتحط واحد جديد، طبعا هاي العملية بتتم انه بتصير بشكل رسمي، يعني انت بتشيل الاي كلاود وبتدخل اي كلاود جديد وجهازك بيكون تقدر تعمل له ريستور، بتقدر تعمل له ضبط مصنع بشكل كامل، تستخدمه بشكل كامل. هذا شرح بسيط للأداة. اي استفسار اكتب لي بالتعليقات، وعندك مواقع التواصل واي حدا بده يفعل الأداة على جهاز عنده بس ينسخ لي هذا الكود، يكبس عليه بنسخ ويبعث لي اياه، وان شاء الله بالخدمة. براكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.